اخر كلمه قالها قال اسره ليدي ليدي اسره. ما اعرفش بقى. طب حضرتك شايفه ان الفقراء مصر لفقراء مصر كلها للامه العربيه كلها؟ اشمعنى الفقراء مصر؟ مش فاهمه ايه كان دايما عن الفقير عن بين المشاكل المواطن المواطن المصري سواء كان غني او فقير. اهو انا مش قادر اتحرك والله. الشرفاء الموجودين عندهم في النص مش بيتكلم عن حد. احمد رجب حضرتك شايفه ان الاستاذ احمد رجب غير تاريخ مصر؟ كان سبب من عزل الجماعه يعني عزل الاخوان طول الوقت قبل ما يودع قبل ما يموت ودع مصر. فبصي احساسه هو عنده ضمير مع جيشه عنده حقيقه. هو راجل حقيقي من جوه مش مزيف. عنده رؤيه في كل حاجه في كل تاريخه مش دي بس اللي كانت رؤيته فيها. انتي بصي تاريخه ازيك حبيبتي بصي على تاريخه تلاقي رؤيته طول الوقت هو كان صح. عمره ما قال كلمه غلط في حق هذا البلد ابدا. طول الوقت ضميره هو اللي بيتكلم مش يعني راجل صادق راجل مش مزيف راجل حقيقي راجل نظيف راجل بيحب البلد بجد مش عايز منها حاجه.